لما تيجي انت كزوج تناقش زوجتك وهي غضبانه، انا هقول لك كانك جايب بص ورق كده، مناديل، ورق جرايد، بتحاول ان انت تفتح وتتصفح الجريده في يوم من عاصف ممطر. يعني في يوم من عاصف ممطر انت اللي هتتبهدل. الست وهي غضبانه ما بتبقاش محتاجه اكتر من الدعم والطبطبه فقط. الست وهي بتحكي مشكله، انا بديكم المفاتيح بقى، الست وهي بتحكي مشكله ما بتبقاش محتاجه اكتر من ان هي حد يسمعها. عاده 90 95% ما بتبقاش عايزه حلول، هي عندها الحل جاهز، وهي لما بتتكلم الحل بيجي في دماغها بالتلقائي، ففقط نسمعها. لكن لما تيجي مثلا تقول لك ايه، اصلها ما يهمهاش في الدنيا الا الماديات والفلوس واولادها والكلام ده، ايوه، لان هي هم ده هي شايلاه، هي هم شايله هم اولادها، هم مصاريفهم، هم كذا. لكن يعني المراه المال ولا المشاعر؟ المشاعر. كنا عملنا السؤال دوت من 3 سنين فاتوا، وعايزه اقول لكم كل الرجاله كاتبه المال والوسامه والعضلات ومش عارفه وايه، وكل الستات كاتبه الكلمه الطيبه، الطبطبه، المشاعر، الحب. عشان اقرب ما بين وجهات النظر محتاج ان انا افهم الانثى صح. فلما اجي اكلمك على الانثى الغضبانه، اولا اعرف سبب الغضب ايه. ده انا بكلمك انت، انا لسه هكلمها، اصبروا عليا. الاول وانا بكلمك انت بقولك انت اعرف سبب غضب الانثى ايه. هل سبب غضبها امر جاي منك انت؟ هل هو سبب خارجي جاي عنها مثلا، السبب الخارجي دوت فعلشان كده هي غضبت؟ اعرف المسبب والمثير للغضب وامنعه، ده رقم واحد لو هو خارجي. طيب لو هو داخلي، منها هي نفسيتها وهي عقلها وعندها نقص في المعلومات وعندها نقص في المفاهيم والمسامات عندها كلها خطأ، طب ما نصحح، ما نجدد وعي ونصحح. معرفة السبب الغضب ذات نفسه 90% من الحل، معرفة سبب الغضب 90% من الحل. طيب كيف اتعامل معاها وهي غضبانة؟ وش ولا كلام. طب تمام لما تهدي، طب بس تعالي هعمل لك، طب لمو، طب اعمل لك شاي، طب بس يلا، طب وطي صوتك من فضلك عشان ما ينفعش يبقى الحوار بالشكل ده، بأدب وبذوق. لكن انت ازاي ويا بنت مش عارفه وتشحش في نفسك، وازاي انت تعملي وتعلي صوتك عليا وعلى سيدك، ده انا كنت ادالك احمد ربنا عايشك باللقمه، ده انا مأكلك ومش كل الكلام ده، جبهت عاصفة انت اللي خسران فيها. الموضوع بسيط، مش صعب، بسيط، بس اعرف ازاي ان انا ادير الموقف وازاي ان انا اتعامل معاه بصوره صحيحه، ده رقم. رقم اتنين، طيب لو هي الامر من عندها هي، اصحح معلومات وما فيش، يعني هو الفكره بس ان الناس بتزهق. لكن انا لما اجي اقول واذكر 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 واذكر، طب مين الراجل اللي جبت قطان؟ عشان كده ارجع بقى في مربعك واتكلم الانثى، هو اللي انت غضبانه منه ده، السبب ده يستحق حرق دمك؟ لا. طب السبب اللي انت غضبت منه ده يستحق انك انت تهري نفسك وتعملي؟ لا والله، ولا يستحق لحرقه الدم ولا النكد ولا الاكتئاب ولا دواء الضغط ولا السوء ولا القصص دي. طيب الموقف ده كان ممكن معالجته ازاي؟ بواحد اتنين تلات. طب حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر ايه؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اللي واقف يقعد واللي قاعد ينام واللي مش كده وراح يتوضي غير المكان، اقفل الموضوع. ونتعلم، مش عيب يا جماعه، واحفظوا الجمله دي عني، مش عيب ان انا اقول والله انا دلوقتي غير مستعده عقليا ولا نفسيا ان انا اناقش المشكله في وقت الغضب ده، فانا استاذنكم ممكن لما نهدى ونتكلم على الموضوع بصفه افضل من كده، هو ده الصح. يبقى اخترت وقت، عالجت المثير ذات نفسه، اجلت الحوار طالما انا مش قادر. احنا قلنا مرحله اتخاذ القرار هو وقت الغضب، بعيده بعيده، ما بتعرفش تاخد قرار، فلا ما ينفعش، واخد قرار اندم عليه بعد كده، او اخد قرار يبقى ضرره متعدي عليا وعلى اولادي او على اسرتي في المستقبل، ده غلط. النقطة بقى التانية الجميلة اللي احنا حابين نتكلم فيها، فهم المرأة كقاموس. ليه؟ الموضوع سهل، بحر هي موجه زي ما انت شايف سعادة زي الموج اللي ورانا ده هادي، ومرة واحدة تبص تلاقيه طالع 3 متر 5 متر، لكن الأعماق بتاعها جواهر أو وحوش، يعني حاجة مبهمة. لكن احنا لنا بإيه؟ لنا بالأمور، بالاتفاقيات يا جماعة.